تقع قرية مجدلية السورية في ربوع محافظة إدلب، وتتبع لناحية مركز أريحة. تبعد القرية حوالي 5 كيلومتر عن مناطق سيطرة النظام، وتشتهر بطبيعتها الخلابة وأراضيها الخصبة التي جعلت منها مركزاً للزراعة. تعد الزراعة النشاط الرئيسي لأهالي مجدلية، حيث تنتشر بساتين الزيتون والكروم وأراضي الخضروات في أرجاء القرية، وتشكل مصدر رزق أساسي للسكان. يعتني الفلاحون بأراضيهم بكل حب وعناية، ويقدمون منتجات زراعية عالية الجودة تساهم في توفير الغذاء الصحي للسكان المحليين. على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، إلا أن قرية مجدلية تنبض بالحياة، حيث يتمسك الأهالي بأرضهم وتراثهم، ويحرصون على الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم الأصلية. أنا عبد الغفار القاسم من قرية مجدلية. والله بالنسبة لقرية مجدلية كبداية كاسم، وردت بالكتاب لياقوت الحموي، معناها باللغة السريانية القصر المطل. وبالفعل هي قرية مجدلية تقع على هضبة شرق جبل الأربعين، وبإمكان أي واحد كان من خلال الهضبة اللي تم بناء القرية عليها يعني يشاهد لأبعد مسافة بالجهة الشرقية وبالجهة الشمالية، يعني منطقة مرتفعة عن سطح البحر بحدود 438 متر يعني، وطبيعتها كويسة جدا جدا الحمد لله. القرية تشتهر بزراعة الزيتون والتين، وقديما كان المحليب. نتيجة سنوات الجفاف المحليب يبس كله، بقي حاليا الزيتون، بس نتيجة سنوات جفاف ونتيجة القصف المستمر من قبل قوات النظام أثر كثير على الأشجار كشظايا وكحرق وكغازات،